هذا يسأل إذا كان معتكفا في المسجد الحرام هل يجوز له الخروج لطلب العلم في حلقات التدريس في المساجد الأخرى؟ لا، لا ما يجوز له. الاعتكاف معناه البقاء في المسجد ولا تخرج إلا لما لا بد منه، مثل الوضوء، مثل قضاء الحاجة، مثل إحضار الطعام إذا لم يكن عندك من يحضره. أما طلب العلم هذا يؤجل إلى بعد نهاية الاعتكاف.